بداية الانقلاب والحوثيون يحاولون دائما إسكات مناهضيهم، ومنذ يعني دخولهم صنعاء وهم قاموا باختطافات كثيرة، وصلت هذه الاختطافات إلى 18,800 حسب اتفاق السويد، وكان المفروض يفرج عنهم باتفاق السويد، وتم الإفراج عنهم بعد ذلك مبادرة بالأسرى على دفع كثير منهم يفرج عنهم، لكن الحوثيين عادوا رغم الضغوطات عليهم إلى ممارسة هذا الاختطاف بعد أن أصبح هناك مناهضة كبيرة بالداخل الميليشيا الحوثية ومن ناشطين محسوبين على هذه الميليشيا، وأصبح هناك غضب شعبي كبير. اليوم نحن أمام مناهضة للحوثيين لأول مرة منذ دخولهم صنعاء بهذا الإجماع الكبير، خاصة مع تدهور الحالة الاقتصادية وعدم صرف الرواتب، وأيضا إثراء كثير من القيادات الحوثية وعيشهم بحياة رغدة ولا يكترثون للشعب اليمني. اليوم أصبحت هناك إجماع على أن هذه الميليشيا لا يمكن أن تحكم الشعب اليمني، والأفكار التي يحاولون فرضها أصبحت أفكار خارجة عن تاريخ اليمنيين، وكل هذه الممارسات التي يمارسها الحوثيون يعني بالأخير الضغط سيولد الانفجار بعد هذه الحملات والاختطافات التي أولا طارت أعدائهم ثم طارت مناهضيهم، واليوم تطال أصوات كانت محسوبة عليهم، وغدا لن يجد الحوثيون أحد يناصرهم.